مساء الخير جميعا. أنا في الواقع بعطي لمحة عن يعني ما تم خلال الفترة السابقة من تاريخ في الواقع بعطي لمحة سريعة عن يعني ما تم خلال الأيام الماضية أو الثلاث أيام الماضية من تاريخ الاعتقال للأستاذ إبراهيم شريف تاريخ 12 حوالي الساعة 2:30 فجرا حضرت قوات أمنية لمنزل الأستاذ إبراهيم شريف وانتقلته وقادته إلى مركز شرطة المحرر. قد تواجدنا الساعة 3:00 أنا ومعية الأخت فريدة وأيضا الأستاذ محمد الزيرة والأخت عاشر بوشيري. فأول يعني ما حضرت كان هناك ضابط وأيضا أحد يعني أفراد قوة الأمن لم يسمحوا لنا بالدخول أو لم يسمحوا لي بالدخول إلا في ظل وجود وكالة. فأجبتهم بأن يعني الحين الساعة 3:00 الصبح يعني الوكالة عادة تكون في المكتب وبالتالي يعني نحضرها لكم الصبح. فأبوا بأن يسمحون لنا. قبل الخروج استدعوني مرة ثانية واضح بأن تم الاتصال برئيس المركز ودعوني للانتظار قليلا. بعدها حضرت الأخت فريدة وأيضا عاشي والأخ محمد. بعد انتظارنا اتصل إبراهيم شريف من داخل المركز وإحنا موجودين أيضا في داخل المركز لا تفصلنا عن الممرات الخاصة بالمركز وطمأننا على نفسه. وبعدها حضر رئيس المركز وقال بأن يعني التحقيق الأولي تم مع الأخ إبراهيم شريف ويعني التهمة حسب ما تعرفنا عليه بأنه يلحظ على كراهية النظام مصدرها فقط وأن في أقرب وقت سوف يتم عرضه على النيابة العامة. طبعا المراكز الأمنية أو جهات التحقيق لها حسب القانون أن تبقي المعتقل 48 ساعة وبعدها يتم عرضه على النيابة العامة. في اليوم التالي وبالساعة 12 ليلا أيضا تلقيت اتصال من الإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية بأن أستاذ إبراهيم موجود وسنبدأ التحقيق بعد ثلث ساعة تقريبا. وطلبوا مني الحضور على اعتبار أن إبراهيم أصر على تواجد المحامين معه. فاتصلت بالأخ حافظ علي وتواجدنا في مبنى التحقيقات الجنائية ولم يسمح لنا بالدخول سويا وإنما اقتصار الدخول على أحد المحامين. فدخلنا مع الأستاذ إبراهيم التحقيق لاستغرق تقريبا ساعتين من 12 للساعة الثانية يعني من صباح تاريخ 13. في نفس يوم تاريخ 13 مساء أيضا تلقينا الساعة 7 مساء بعد الفطور مباشرة للحين يعني ما نهضم الفطور تلقينا اتصال من النيابة العامة بأن سوف تباشر التحقيق مع إبراهيم الساعة 7:30. فسبع ونص كنا متوجهين أيضا في النيابة العامة أنا والأخ حافظ علي وحضرنا تحقيق أيضا ما يقارب ساعتين إلى ربع. أيضا استمر التحقيق مع إبراهيم في النيابة العامة. في النيابة العامة وجهت له تهمتين. الأولى هي الترويج لقلب نظام الحكم بطرق غير مشروعة وهي وفقا للمادة 160 من قانون العقوبات التي يعني تصل عقوبته إلى ما لا يزيد على 10 سنوات. والتهمة الأخرى الحظ على كراهيات النظام مصدرها وهي وفقا للمادة 165 التي تعتبر جنحة والجنح كما هو معروف بأن أقصى عقوبة لها 3 سنوات. مجريات التحقيق كانت بمناسبة الكلمة اللي ألقاها أستاذ إبراهيم شريف بتاريخ 10 في ماتم الحجة والمعروف يعني في المحرك بماتم الحدادة في ويعني استغرب مجري التحقيق في التحقيقات الجنائية بأن لما سأل إبراهيم
أين يقع هذه؟ قال في 206. فحتى المجمع عارفة إبراهيم شريف بتجربة السابقة، لأنه هو نزل في ذات المنطقة في الانتخابات 2010، وبالتالي قال ما تعرف يعني في وين بالضبط؟ قال في 206، معروف مجمع 206. مجريات التحقيق مثل ما قلت أنه على الكلمة اللي ألقاها في تأبين الشهيد حسام الحدار، والواقع بأن الكلمة كانت مفرقة من التسجيل على اعتبار أن إبراهيم شريف لم تكن عنده كلمة مكتوبة، وإنما كانت عنده فقط رؤوس أقلام ينطلق منها في هذه الكلمة، أخذوا فقط فقرات من الكلمة وكلمات وعبارات كانت هي محل للتحقيق. على سبيل المثال لنطيل بأن فكرة التغيير قد جاء أوانها، وهي الحقيقة يعني كلمة للفيلسوف فولتير، وهو استخدم بصراحة كلمات للمناضلين والفلاسفة والمفكرين وأسقطها على واقع الواقع السياسي في البحرين، منها من ضمنها هذه الفكرة. فكانوا يسألون عن هذه، ماذا تقصد بالتغيير؟ وطبعا الاتجاه هو أن هل تغيير النظام أو غيره، فكان سواء كان أمام التحقيقات الجنائية أو النيابة العامة، فقال أن فكرة التغيير ليست بجديدة، وأن احنا استخدمناها كجمعية وعد كأحد الشعارات في أول نزول لنا في الانتخابات النيابية في 2006، فكان شعارنا خيارنا التغيير فليكن خيارك، وبالتالي هذا ليس يعني خيارات التغيير ليست جديدة على المجتمع البحريني، وكانت تحت يعني بصر الحكومة التي هي كانت مشرفة على الانتخابات، وكان الشعار يعني موجود في كل الساحات أو في كل المواقع اللي نزلت فيها وعد، وكانت على الإعلانات في الشوارع، وبالتالي كيف اليوم تحاسبوني على مسألة فكرة التغيير وطبعا عطى تفاصيل ما هي يعني ماهية التغيير الذي يقصده. أيضا اتطرقوا لبعض الكلمات التي وردت وهي التضحية وغيرها، التضحية وهو يعني فسرها أو القصد منها أن لكل عمل يعني من أجل مطالبة بالحقوق تضحية وضريبة يدفعها الإنسان، وأعطاهم مثال بأن أنا يعني اعتقلت لمدة 4 سنوات من أجل يعني آرائي وأيضا أفكاري، وبالتالي هاي إحدى التضحيات التي قمت بها شخصيا، وبالتالي أنا لا أحظ على التضحية لمجرد التضحية وإنما من أجل قضية. يمكن هذه بشكل عام ما جرى في التحقيق، وإنما يعني الملفت بأن خلال فترة الاعتقال التحقيق الأول في مركز الشرطة والتحقيق الآخر في أمام التحقيقات الجنائية لم تكن تهمة ترويج لقلب نظام الحكم حاضرة كتهمة، وإنما طبعا التعويل على الشكل الرسمي في توجيه الاتهام أمام النيابة العامة، فكانت تهمتين كانت حاضرتين أمام النيابة العامة والتي هي وجهت إلى إبراهيم شريف. طبعا إبراهيم شريف يعني تم توقيفه لمدة 15 يوم، من خلال 15 يوم ممكن احنا كهيئة الدفاع نقدم خطاب للنائب العام للإفراج عنه ونشوف الرد على هذا الطرف. يعني في الحقيقة احنا اليوم نتضامن مع الأستاذ إبراهيم شريف، وأيضا لا يفوتنا بأن نشكر جميع من يتضامن مع إبراهيم شريف، وبشكل خاص القنوات التي أفردت بعضها يعني محطات وأيضا يعني برامج خاصة لإبراهيم شريف، وأيضا من قردوا على الهاشتاج الخاص بأيضا لإبراهيم شريف لهم كل الشكر. وإبراهيم أيضا يتضامن معاكم أنتم كشعب على اعتبار أنه يتضامن معنا، لأن هناك من يريد أن يقتل الكلمة في هذا البلد. وشكرا.